حيا الله ابو زيد، ابقاك الله. وشلونك؟ طول عمرك سلمك. وش مرتب لنا اليوم؟ والله كبيسة حاشية، الله على قولتهم كبيسة الجدية. يا سلام على جبش الوجه الشيخ الله يجزاه خير. قال كبيسة حاشي طعمها كالفش فاشي. يا سلام، تاكلها وتقعد عندها ولا يمكن تنحاشي. يا سلام. يا سلام. ابو زيد بسك سؤال. اسال. يعني انت ما شاء الله شيف مميز، اكبر وليمة سويتها وشي؟ مفاتيح. ما سويت حاشي كامل؟ لا، حاشي كامل لا، مقطع. ايه بس. ولك فترة طويلة في الطبخ ابو زيد؟ ايوه. سمح. كم لك؟ في العشرين وطالع. ما شاء الله لك 20 سنة. ايوه. طيب انا بسألك، بس يعني اسوأ كبسة سويتها في يوم من الايام وشي؟ اول ما بديت اطبخ. وش دراك انها سيئة؟ التقييم اللي قالوا، قال عاد تدخل المطبخ. ومن بعدها مضبوط ولا تدرجت؟ لا والله شوي شوي تدرجت صراحة، بس إن ما أنصت لهم. أنا ما أنصت؟ لا، ما التحطيم هذا خليته وراي ومشيت. كابو أنا عندي قاعدة، مخرجنا عطني اللقطة هنا. بس أنا دائما قاعدة، أنا أقول غترتي كذا. أيه. وأجيب التحطيم معي. أيوة. بعايض. أيوة. التحطيم والكلام الزايد واللي ما في فائدة، وذا وجمع 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 ثم أقول بكذا وأمشي. أنسفة. هذا الصحيح، هذا أحسن طريقة لقيتها في التعامل في الحياة. الله الله، هذا الصحيح. طيب يعني وش غير الكبسة يضبطها أبو زيد؟ جميع الأكلات الشعبية. أبو مروان سجلها. سجل الله يجزاك خير، رتب الامور. المشويات لك فيها؟ لا والله مو مره يعني. لا تسجل ذي يا مروان، اترك هذه ما تصلح. شعبيات كلها. شعبيات؟ اي، قرصان، قريش، مرقوق، قريش. يا سلام. والتنور اكله الافلاج الخاصه، مراصيع كل. ممكن اسالك سؤال؟ يعني الميقا يعني فيه قسوه شوي؟ عليش خفت؟ قسوه فيه؟ لا بس سؤال بقسو عليك في السؤال. لا خذ راحتك، على قولتك نحط كذا اللي ما يعجبنا به. علموه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. ليه حاط هالفلفل كله؟ ينعم البشرة ويمنع تساقط. يوخر القشرة. يا سلام. ويعطيك نظارة. يا سلام. بدال بوتكس ما بوتكس، أمور طيبة. بالله شيل القبعة اللي عليك، شوف هو يعطي نظارة ولا لا؟ لا، هذا طريق صحراوي منول. تساقط الشعر، ما لحقت الا تالي انا عليه. ها؟ تالي جيته. يعني اي باقي. انت اعتبرت مما حدث لك فاردت ان تعتبر. بارك الله فيك يا ابو زيد. لا طيب، الان يعني الشيء اللي احنا نبيه منك، الله يجزاك خير، بما انك تحط ذي وتنسفها كذا، فشكلك ناس من طبخك كلها الحين كذا. صح ولا لا؟ الله ما تحشفها، الله يرحمه والديك. السلام عليكم. تعال ابو سعد. اي والله تكفى.